نجات الحلوين، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم الفيديو راح يكون عن تنظيم اكسسواراتي. وطبعا قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد وعشان نجماتي اكثر واكثر واكثر واكثر. طبعا قبل ما نبلش حبيت اقول لكم شكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي عم تبعتوا لي اياها، وانا دائما عم بشوفها وعم بجاوبكم عليها كلها. ويلا نبلش. فأنا مثل ما انتم شايفين هاي صحابتي، طبعا كل يعني هيك ما منظمة بس محطوط فيهم اشياء هيك ما هي لداعي. والله راح نرتبهم مع بعض. وطبعا اول شيء راح نحتاجه هو انا جبت هدول المنظمات، هيك في لونين، في اخضر فاتح وفي هون فضي، ثلاثة خضر. وهلا راح ننظمهم مع بعض. طبعا راح اشيل كل شيء احطه هون. ويلا عشان ننظمه النظارة تبع البحر. طبعا عندي هذول الاظافير اللي عملنا فيديو عليهم هون. طبعا عندي فيه اشياء كثار والله انا نظيفة. طبعا اول شيء بدي امسح هون عشان يكون كل شيء نظافة. طبعا رح اظبط هاي والله بش بش نمسح نمسح بسم الله عليك. اوكي والله مسحت كل شيء. اوكي طبعا عندي هدول هون اثنين في زرار هيك حلوين، وهدول انا جبتهم عشان احط فيهم الشغلات الصغيره مثل حباسات و سنسلات يعني اشياء للايدين وهيك يعني زينه وطوق وهيك. والله بدي احطهم. طبعا هدول اول شيء احطهم جوا هيك، بس طبعا راح اعمل فيهم اشياء وبعدين احطهم. والله هون عندي اكسسوارات الرقبه، عندي بالوان مختلفه، عندي ابيض وازرق واخضر، كمان غوزي فاتح وغوزي يعني غامق، وكمان ابيض ثاني. والله بدي احطهم بالهي العلبه الزرقاء. اول وحده اللي هي هاي، شكلهم كتير حلو. واو. وعندي هدول تبع الايدين، عندي الابيض وملونه هي هاي، وهدول هيك يعني ما هو هيك مفتتين. ها احطهم هون هيك هون هيك. طبعا هلا راح افديكم مناكيراتي اول ما نظبط الشغلات الكبار. طبعا هون عندي هدول كتير حلوين وألوانهم كتير بتجنن، موفي وغوزي. هون كمان هدول أحمر وغوزي فاتح كتير. وهون عندي هذا كلمية، وهون عندي غوزي كتير فاتح وأزرق بجنن في كلمية صح. وعندي كمان هذا هيك ازرق فاتح. طبعا راح اميلهم عشان يبينوا لكم الالوان هيك كتير حلو. وكمان عندي هاي الحمراء تبع التم تبع البنات يعني هيك هيك بتكون طبعا عشان تعرفوا اكثر. والله حاطه مع المناكير. كمان عندي هذا تبع الخدود يعني هيك، هون في مراي وهون هذا طبعا. وهذول هون عندي حطيت خواتمي. وطبعا هي انا لما كنت صغيره هون. وهون عندي طبعا هون عندي ساعه هيك فضيه
هاي، وكمان نظاراتي حطهم هون. طبعا هدول بدي ادفشهم هيك مشان يضل لي محل لكل هدول، وهدول والله حبلش احطهم. هي اول شيء هون، وهي هون، وهي فضية، والثانية، وهي آخر وحدة. طبعا هلا رح فرجيكم بانداتي. وأول شي عندي هذا هيك حطه هون، وعندي هذا كمان هيك أرنب هون، وعندي هذا كمان هيك غوزي هون. والله احب اساتي الكبار شوي هيك مثل هدول. طبعا عندي غوزي بعمل له هيك بحطه هيك، وعندي ازرق فاتح كتير حلو، هي اكثر وحده بتعجبني بلفها هيك وبحطهم، وهي اخضر بلفها بحطها هي هيك ملونه بالوان قزح حطها هون. وهلا رح نبلش بالصغار اكثر شوي. اول شي عندي هي الزرقاء حلوه احطهم هيك هالمره، وهي لونها احمر حطها، وهي لونها بيجي حطها هون، وهي لونها بني الاسود بني حطها هون، وهي فضيه او اخضر او فضيه احطها هون. وطبعا شوفوا شلون قد حلوين هيك. والله احط هذول وبعدين راح اكمل هذول، وراح احط هذول اللون لونهم غوزي احطهم هون ولا هيك هيك هيك. وهلا هدول هيك، والله هاي البيضة طهون، والله هدول حطهم هيك 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 الواقف احسن، وهدول هدول وهدول. وهيك مثل ما عم تشوفوا طبعا، وهدول الشغلات يعني القوص اللي بلبسهم دايما بالمناسبات والاعياد الميلاد والعيد وهيك، يعني قبل ما بلبسهم بالمدرسة غير الشغلات العادية. طبعا هلا رح احط اظافيري هدول هيك طن هون، وكمان هذا الكريم بحطه على ايدي وبعد المرات بحطهم. طبعا مثل ما عم تشوفوا هيك صارت سحابتي انظم واحلى، يعني هيك ما بصير في فوضى، وهيك صار شكلها نهائي. وهو هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات، وباي نجمات الحلوين.